السلام عليكم ورحمة الله. بعض الأخوة يسألوني يقولون وراك ما شارك في حملة تبليك المشاهير. الشيء اللي ما أعرفه كثير من الناس إن هذا الأمر أمر عالمي موجود في أمريكا وأوروبا واليابان وكوريا، موجود تقريبا في كل مكان، حنا ربما متأخرين فيها شوي. العالم يجتاح الطوفان من التفاهة الغير مسبوقة. أول الدول في العالم اللي تشتكي من التفاهة، صانعة التفاهة في العالم، أمريكا، يشتكون يصيحون ينوحون من التفاهة اللي جتهم، تفاهة ما تخيلوا كميتها أبدا. يقولوا ما هي مشكلة أنها تنتشر التفاهة، المشكلة لا يصيرون رموز للمجتمع، وهذا ما حصل عندهم. أعتقد فكرة حملة تبليك المشاهير والتافهين خاطئة تماما، لأنها بتشهرهم وتدل كثير من التافهين اللي كانوا غافلين عنهم عليهم. لذلك لن ينقص عدد متابعينهم، بالعكس اللي بيزيدون، وبترتفع أسعار إعلاناتهم بشكل صاروخي. هذا بالتأكيد بيخلي كثير من الناس الغافلين عن التفاهة والتافهين بأن يسلك سبل التفاهة حتى يصل إلى ما وصلوا لذولا. أعتقد والله أعلم أنه بيخرج لكم جيش من التافهين اللي ما خطروا لكم على بال، لأن مثل الحملات هذه بتيقظهم وتشهرهم. بالمناسبة ترى التفاهة لها تاريخ قديم جدا في الأرض من أيام الفراعنة. يقولون لقوا واحد من الفراعنة منتحر وكاتب وصيته وهو طالع من برا المدينة، منتحر في البر، وكاتب وصيته وكاتب قصة انتحاره وأسباب انتحاره. الكلام له تقريبا 3500 سنة يشتكي من عيالهم، يقول لي فيهم تفاهة، ياهم سخفاء، لهم قصات غريبة، ويسمعون موسيقى ما أدري منه جايبينها وما يسمعون كلام عاليهم. أيضا يشتكي بأنهم ما يسمعون كلام شيبانهم، وأنهم ما فيهم خير، وأنهم ما هم مؤدبين ومن الحزي، ويقول مدبلة وتسبدي وقررتني أنتحر. هذا الكلام له 3500 سنة. الأرض تشتكي من التافهين والسخفاء من قبل التاريخ، كل ما في الأمر هالأيام أنه بس زادت كميته، يعني العيار حق زاد شوي بس. نظري الحل الوحيد لمحاربتهم ينقسم من شقين، الشق الأول بيدك أنت أنك ما تتابعهم، والشق الثاني بيد الناس المحترفة أنها تصنع محتوى لائق. غير كذا من وجهة نظري صعب جدا مقاومة هذا الطوفان والزخم الهائل من التفاهة. أخيرا في شيء ما يعرفه كثير من الناس، إن نفسك تسرق أخلاق الإنسان اللي أنت تابعه وأنت ما تدري، فإياك أنك تسرق أخلاقهم وتصير مثلهم مع مرور الوقت، ما تدري إلا أنت تافه. السلام عليكم.